في ذلك وما نطولش عليكم لان بغيت نتكلم على السياسه ديال الحكومه كامله وفي مختلف المجالات. نحن في هذا العمل اللي كنقوموا به ما يمكننا نكونوا قويين فيه بالطبع الا اذا وجدنا على المستوى الوطني عدد من القوى الاخرى اللي يمكن تساندنا تعاذرنا اللي يمكن تلعب معنا هذا الدور باش نزيدوا نقويوا المعارضه ودورها سواء داخل البرلمان او خارج البرلمان. لكن القوة الحقيقية فعلية ديالنا اللي يمكن نستندوا لها واللي بها يمكن نخوضوا هذه المعركة هي أنتم، هي تواجدنا كرفاق كرفيقات في مختلف الأقاليم، هي تواجدنا كمنتخبات كمنتخبين، هي العمل الملموس الذي يمكن أن نقوم به من أجل أن نبين للجميع بأن هناك فرق بين هذه الحكومة وما تجسده اليوم. وللتذكير هذه الحكومة باش ما ننساوش وباش ما ننساوش تنتوما لما يجي اليوم ديال الحساب هذه حكومة اللي هي بنفسها كتقول على الحساب انما 5 مليون ديال الناس صوتوا عليها وعندها أغلبية ديال 270 قاعدة في مجلس النواب وعندها آخر أغلبية تكون مطلقة في مجلس المستشارين وعندها أغلبية في مختلف الجهات وهي اللي كتسيرها كلها 12 جهة وهي اللي كتسير تقريبا كل المجالس الجماعية ديال المدن الكبرى وديال كثير من المدن المتوسطة بمعنى أن عندهم كل شيء بين يديهم وما عليهم إلا أنهم يشتغلوا إلا أنهم يبرروا. ما تنساوش من يشكل هذه الحكومة شنو هي الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة وكيف يتعين التعامل مع هذه الاحزاب وخاصه الحزب الذي يقود هذه التجربه والذي اصبح لا هو ولا رئيسه ولا كذلك بعض القطاعات اصبحوا كلهم من المحرمات ومن المقدسات التي لا يمكن ان نناقشها. فاطمئنوا انه احنا ثوابت ديال البلاد عارفينها والمقدسات ديال البلاد عارفينها وحزب التقدم والاشتراكية كان دائما محترما لها وسيظل محترما لها وخارج ذلك سواء تعلق الامر برئيس حكومة او باغلبية حكومية او باحزاب او بممارسات سياسية وفي سياسات عمومية سنقول كلمتنا بكل جرأة بكل وضوح بكل ثقة بالذات وسنعتمد في ذلك على علاقتنا بالمواطنات والمواطنين وسنعتمد في ذلك على انتظاراتكم وعلى ما يتم التعبير عنه في مختلف الاوساط الشعبيه. الى ما كانوش هما كيسمعوا هذا الشيء نحن هنا من اجل حملها، نحن هنا من اجل التعبير عنها، نحن هنا من اجل مواصله الكفاح لحمل مشعل التغيير والتقدم والديمقراطية في بلادنا. شكرا لكم. شكرا رفيق الأمين العام. أنا غير بغيت نأكد بلا مجرية على بعض الأمور جات الكلمة ديال رفيق الأمين العام في مجال الاقتصاد الشعبي. هذا خدام قبل ما تهضر انت بالامازيغيه لان انا غير قادر بالامازيغيه فبالتالي بغيت غير نقول لكم بانه فاتني انني نهنيكم جميعا على الاقل بانجاز اللي ربما رمزي ولكنه كيفتح باب لانجازات اخرى وهو من المطالب اللي كان كيرفعها حزب التقدم الاشتراكية إلى جانبكم، إلى جانب الحركة الأمازيغية، إلى جانب عدد من المكونات، هنيئاً لنا جميعاً ولكم ولغيركم في مختلف الأقاليم. شنو وريتيني؟ هنيئاً لنا بالقرار الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رياض الله بجعل السنة الأمازيغية بجعل اليوم ديال الاحتفال ديال السنة الأمازيغية يوم عطلة ويوم احتفال حقيقي
وذلك يمكن له حقيقة واحد الإشارة رمزية اللي عندها بعد قوي واللي كانت منها تشكل مدخل لمزيد من المكتسبات في مجال بلورة الأمازيغية لغة وثقافة. غير الأمور داخل الجزائر هذا المكسب الرفيق الأمين العام ولا الرفيق الكاتب الإقليمي يساوي شوية في الحياة الحزبية، يعني في الرفيق الأمين العام يتحكم نقطة يبدا المكاسب إنك خصا المكاسب تبدل. أنا نفس المحافظ حافظ التواجد للحيز والحافظ في المكان الحيز والحافظ في النتائج اللي نعمل في الحيز. فأنا شخصيا أعتقد بأنه لا خوف، لماذا؟ علاش؟ لأنه مش عقل سيمين نبدا المياه الحزبي اللي أقرب أي ذاك التصاعد مثلا يتخذ بطولة تنحيز، ولكن هذا لا يعني بأنه صافي يقدم لي يودي صافي هذا التواجد ديال العيش وخطر كثير غير صافي هذا نكسب بها لنا، لا يخسر يخسر الصمرة باش الصمرة يخسر يمشي ضمن المنصة يمشي ضمن يمشي ضمن المنصة يمشي ضمن المنصة يخسر يعني أن زيد أنا قدراتنا كفاءتنا العمل باش نعاود هذا السلطه الحزب ديال الانشاء. وانا اظن انه العمل اللي كنسير كله ياهي النسوس ايضا ما ذلك علينا بعزيز. النقطه الثانيه بيتي نظرك بالنسبه للقرار الملكي الاخير من جعل السنه رئيس الامازيغيه عطاء أشخاص بالبعض في الحيط ومن القريب تسهيلات السهرة والصلاة باقي الحيط دون كل شيء جمعيات يحتضنوا قمنا الحيط بالفرصلة جميع القريبة الفعالية الأمازيغية من ضمن الأمور النافعة إذا كانت تقريبا هي الحاجات كنا قررت لها. إذن الأمور داخل شوية الكذب باش نطمعنا يعني، ولكن كذلك نعاود أننا رجعنا باش نحسن المكان عندنا لويس النظام بون قبل ما نعطي الكلمة للقاعة في 21 سؤال ماشي ولا تحسن الله يخليكم غادي نعاود نأكد الاعتذار ديال الرفيق أشرف الدخلان وكنعزيوها جميعا فيما أدمى بها علاش؟ وعلى ما حال أنا اللي في بالي بأنها في حالات حرجة إلى 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 ما قاح لك تقوليها يعني الشفاء العاجل إلى الطفل الله يرحمها يعني مثلا الله كذلك كان الاعتذار ديال الرفيق المرضي كذلك اللي كان فريش واللي كان عفوا على المرضى ديالو، ولكن كذلك يعني بعد الامور ديال اخر الحضاره اللي كرهت جعلت انه وسط الشيء، وكذلك بالنسبه للرفيقه غادي يمكن تسالوا علاش ما كانش الرفيقه زعفتت على امتحانات البارح واليوم داك الشيء يعني كانت مرجي، ولكن الامتحان والنسخ ديالها غير كذا شيء ما مشاتش هي يعني لازم. اذا الان غادي الله يخليكم الى سمحتوا غادي نفتحوا اللائحه ديال الاسئله ديال الناس اللي بغاو يطرحوا اسئله. غادي واحد اللائحه ديال واحد 10-15 سؤال باش من بعد ذلك نعطيو الكلمه للرفاق باش يتفاعلوا مع الاسئله ديالكم ولكم الكلمه. شو اللي معي؟ ها واحد عقل غير واحد او لا بغيتي او لا ملف لا صافي ارى الملف لا بغيتي معلش
ما عنديش دخل غير مين؟ شكون اللي معايا دخل؟ احتراماتي للحضور الكريم يوسف السعودي. صافي صافي يا سعودي صافي راني شحال نعم سعودي اعطيك الكلمه اعطيك الكلمه ولكن شوف غادي تختصر ما تطول شيء يلا سعودي واحد يمين واحد على الاقل يمين واحد شكون الاخر؟ شكون يلا جوج عقلنا على النيميرو جوج ثلاثة شكون آخر؟ شكون اللي ما يدخل؟ واحد أربعة من أربعة فضلوا ما فيش حد صافي الله يجعل البركة كاينين أربعة ديال الإخوان اللي يطلبوا الكلمة إذا غادي نعطي الكلمة لسي سعودي رقم واحد تفضل باختصار عمر باختصار شكون غيورنا على هذا الوطن كل غيورنا على حزب التقدم والاشتراكية يوسف السعودي أحد تلامذة المرحوم عبد الله إبراهيم يرحب بالجميع وبعجلة مهمتنا ليست مفروشة بالورود خصوصا وأن أعداء التغيير دائما بالمرصاد وأضع بين السيد الأمين العام المحترم مجموعة من الوثائق تثبت أن أعداء التغيير داخل الإقليم دائما يحاولون إسكات أصوات حزب التقدم والاشتراكية ومن جهة أخرى لليقين بأن المستقبل ينتظرنا جميعا وأعتقد كأحد طلبة المرحوم عبد الله إبراهيم بأن أننا كلنا نركب سفينة واحدة هي المملكة الشريفة التي لا يجوز تدميرها وإذا فقدناها فلن تتوفر لنا سفينة نوح مرة ثانية لذا فما يقع حاليا مؤخرا من أحداث تنبه بأن المخاطر ديال المافيا يقترب دليل قاطع على أن مهمتنا جميعا ليست مفروشة بالورود وشكرا للجميع شكرا رفيق السعودي الكلمة الآن رقم جوج تفضل شكرا السلام عليكم ورحمة الله يوسف الإدراك عضو وفد صناعة تقليدية إيجيا طلعت البلد الرفيق الأمين العام الرفاق والرفيقات البرلمانيون والوزراء السابقون الرفاق أعضاء الديوان السياسي الرفاق والرفاقات والرفيقات المنتخبون الرفاق والرفيقات المنخرطين بالحزب السادة ممثل المنابر الإعلامية السيدات والسادة الحاضرين أيها المحاضرين بداية أرحب بالرفيق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوفد المرافق له بحرارة وتقدير أود أن أعبر لكم عن شكرنا العميق لكم على زيارتكم المهمة والمميزة لإقليم تلقيم يسعدنا كثيرا أن تكونوا بيننا وأن حضوركم يعزز الروابط الاجتماعية والسياسية بين الرفاق ويعكس الروح الوحدوية في بناء مجتمع أفضل وتحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات نتمنى عاليا جهودكم المستمرة في الدفاع عن القضايا العادلة والمبادئ الديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية والتقدم الشامل إن حزب التقدم والاشتراك يحمل تاريخا غنيا في النضال من أجل العدالة والحرية ونحن نقدر هذه القيم والرؤية التي تجسدها نتمنى لكم زيارة مثمرة والحرية ونحن نقدر هذه القيم والرؤية التي تجسدها نتمنى لكم زيارة مثمرة ومليئة بالنجاحات
ونأمل أن تترك هذه الزيارة بصمة إيجابية لإقليم تنغير وتعزز العلاقات بين الرفاق محليا ومركزيا. اسمحوا لي أن أتحدث عن غرفة صناعة التقليدية التي أمثلها باسم الحزب على مستوى جهة درعا تافيلاند، لأقربكم من بعض المعطيات المرتبطة بالغرفة. فحزبنا العتيد حزب التقدم والاشتراك هي على مستوى الغرفة وبجهة درعا تافيلاند خاصة لم يعطي أهمية كبرى للغرفة بالرغم من أهميتها في الاستجابة لمتطلعات الحرفيين. ومن هذا المنبر أدعو الرفاق والرفيقات بالحزب إلى الاهتمام أكثر بالغرفة باعتبارها أيضا من الآليات القريبة من المواطن والتي تؤثر بشكل كبير في المشهد السياسي. وفي هذا السياق فنحن نشتغل حاليا على ملف إحداث الحي الحرفي بجماعة بومندات، ونظرا لضعف الإمكانيات الذاتية للحرفيين ألتمس من سيادتكم مساندتنا من أجل المرافعة لإخراج هذا الحي لإخراج هذا المشروع الحيوي الهام إلى الوجود، خاصة وأن الأشطر الأولى من المشروع منجزة، شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والشق الطرق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وسلم. شكرا جزيلا للرفيق يوسف. لا غير كجواب على هذه تخويفكم بان هؤلاء الرفيقات للفخر كيتشاهد باش كيف، بالعكس انا اظن بان الرفيق فاطمة عدنان هي حررنا وحسن اجبوي من ضمن الملف اللي طرفوا عليها، يعني واحد الحده هو الحي الحرفي وهذا الشراء مسجل نسجلوا مدونة في الفيديو، يعني تدخل ديالهم على أساس أن الحيك الحرفي ديال بومان خاصة للجهة تحتاج لذلك الشيء اللي وحدت به ماشي كل الجهة. الكلمة الآن لرقم ثلاثة. تفضل. السلام عليكم يوسف الخطيب، تحية لجميع الرفاق. تحية لجميع الرفاق. نشكر الحزب التقدم الاشتراكي على هذا اللقاء التواصل مع الساكنة. من العالم العالم ان الاحزاب كانت التواصليه عند قرب الانتخابات، ولكن حزب الكتاب يفاجئنا دائما بكف الماضي وثق بمدينه تبريد وجهه درعا تافيلاند على العموم. السؤال ديالي ربما سؤال وطني السيد الأمين العام للحزب بحكم أنه كان وزير الاقتصاد سابقا، وأقتطف واحد الجملة من واحد الرسالة مفتوحة لكم تقول كارثة حقيقية نشهدها اليوم لمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث أو بالأحرى تعديل ما سمي به اللجنة المؤقتة باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ولمدة سنتين كاملتين. كنسألوا السيد الأمين العام للحزب يعني شنو هي السبل أو الآليات اللي غتسلكها المعارضة باش أنها ترجع يعني تصحيح هذا الوضع ديال المجلس الوطني للصحافة، وشكرا. شكرا رفيق جديد. الكلمة الأخيرة، سؤال أخير رقم 4. تفضل. 4. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجلالة، تحية للطرق الرحيم. سمعني نائب الأول عبد الغربية. أقسم إلى قسمين، شق يهم النموي وشق آخر يهم التسييري الخاص بجماعة الدول أنتمي إليها. بالنسبة للشق النموي، جماعة الدول في إطار الحد من
الطوارئ الاجتماعيه او المجانيه، تم احداث واحد مقطع طرقي بالدفه الشرقيه لجامعه السلطه العليا، الرابط بين دوار اسفلو وقيطع الشا في اتجاه الغايات الكبرى، تم انجازه الى منتصف المشروع واقبر لاسباب لا نجح عليها، وهو مشروع تبنته جهه العتبيلات من حيث التمويل، ولكن الاشغال لم تنتهي بل وصلت الى نصف الاشغال، تم حبس الاشغال لاسباب لا زلنا نجهلها كجماعه الغاليه متتبعه صاحب المشروع متتبعه الاشغال. بالنسبه للاستاذ حسن الازوي سبقا استشرت معه في القضيه ديال هذا المقطع الطرقي بصفتي عضو في المجلس الجهوي للاعتبارات، لكن لم يعطيني جوابا صحيحا او جوابا مقنعا لان لاسباب لا اعرفها. بالنسبه للشق التيري بالنسبه لجماعه الدار العليا التي انتمي اليها، فريق التقدم فريق حزب التقدم الاشتراكيه ممثل في جماعه الدار العليا بسته مستشارين يعني الاغلبيه ديال المجلس، لكن التجربه السياسيه لم نفتح الفوز بالرئاسه كما هو معلوم لدى الحساب الاغلبيه ديال التقدم لكوننا اغلب المنتخبين انذاك حديث التمثيليه ودون التجربه وثقه في التجربه السياسيه، ذلك بان سبب التنازل عن الرئاسه. لكن دخلنا في تسيير الشان المحلي ديال جماعه الغاليه بسته اشخاص بسته مستشارين نيابه لنا نائبين واعضاء ديال اللجان رؤساء ديال اعضاء ديال اللجان، لكن جاءت الاقدار ان توقع تصدع داخل المجلس الجماعي للتجربه العليا وانسحبنا لاسباب معروفه، لكن بعض الاشخاص وبعض الاعضاء ديال الحزب المعتقد والاشتراكيه غير راضين على هذا التوجه الذي اتخذنا، ونريد التدخل من طرف المجلس من طرف القياده ديال الحزب والكتابه الاقليميه والكتابه المحليه لاعاده اللعبه الى فريق التقدم والاشتراكيه داخل الجماعه داخل المجلس الجماعي. وشكرا. شكرا شكرا رفيق. إذا سمحتوا سي إبراهيم زاغو راغب في تناول الكلمة. سي إبراهيم ما تقول شيء تحاول تقول عباك سي إبراهيم خذ ولكن ما تقولش راه غير زناك يعني غير باش ما تستهبل بأن ما يقولش الكلمة. تفضل. شكرا شكرا. تحية للمذيعة كل للجميع بمناسبته ومقاليه، غير اللي بغيت ندير ان الاشكال اللي عندنا في الجزائر ترعى في ذلك بالخصوص الانتقال هو نعاني فقط في التنميه ما عندهاش في التنميه. إطون دوني كو التنميه راه سي دي كونديسيون انيسيال ان بروسيسوس دوماج باش نديرو كونديسيون انيسيال خصنا ان فري بروغرام ديال ديفلوبمون ريغال، خصنا واحد البرنامج ديال التنمية ديال العالم القروي، لأن أغلبية الساكنة ديال الانتيريور هما كيعيشوا في العالم القروي، كاين، دونك الجامعات كاع اللي تابعين للانتيريور غادي تبقى فيهم مرة، كاين دابا العالم القروي، باش نديرو التنمية في العالم القروي، التنمية ما كنديرهاش في الدار، كيديروها الفلوس، خص الدولة تستثمر في الجامعات المحلية ديال الانتيريور، لأن راه ما كانت والو راه 70 عام راه كانوا يشوفونا في المغرب غير كافي، وبالتالي ما يمكنش واحد الدولة تصنفات واحد الجهة ولا واحد المنطقة معينة بأنها غير نافعة تولي لا ما غاديش تخسر فيها الفلوس. دونك علاش كيوقع حنا رؤساء الجامعات سولهم كامل كيجي عنده برنامج بغا يخدم اوكي افيك دو بون فوالا ولكن ما عندوش الفلوس كيخلص الموظفين كيخلص دوك لابابراس ادمينستراتيف كيخلص شويه المازوت لا بوا خاص كل شيء ما كاينش الفلوس. دونك الساده النواب المحترمين الله يحفظهم الوالدين يجب اعاده النظر الشيء اللي ناقشناه السي عدي واللي ناقشناه الله يحفظهم الوالدين يجب اعاده النظر في الميزانيه اللي كتعطى الاقاليم ديال الجهات العتافيلات وخاصة الإقليم تيريان لأنه سي واحد الإقليم اللي
جاو الجمعات ديالو في ديزون اكسيدونتي بحال لاجون ديال لي ميليون بحال ديال الوالدين اللي تصاحبوا هذا بين دوار ودوار خص 4 سوايع وخاص كلشي وما كاينينش الفلوس ديال 100 هذه من جهه من جهه اخرى حنا الناس ديالنا كنعاني في الجانب المقاولاتي من العناء الضريبي راه شحال هاد الاقاليم اللي هما فاتنين كيشتكوا واحد التحفيز الضريبي واش يعني لا تخدم حمار غير مش عليك الضريبه واش لوكيباسيون تمبوري وزعف واش مازال واش نقصو واش مازال شويه نلغى شويه نو ما صادرني دابا يل فو ديسونتراليزي يل فو ديسونتراليزي لي بروسيدور ادمينستراتيف والسلام عليكم. وأعطي كلمة مباشرة للرفيق رشيد العيوني من بعد ذلك رفيق العام بشير فاعل معاك تسألنا